واجتمع شيوخ الشعب ليتشاوروا في كيفية التخلص من يسوع. ودخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو أحد التلاميذ الاثني عشر. وذهب يهوذا إلى شيوخ الشعب وقادة الحرس كي يفاوضهم على تسليم يسوع لهم. وفي هذه الأثناء غادر يسوع مدينة أورشليم وتوجه إلى جبل الزيتون ليصلي. صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. وأخذ يهوذا 30 من الفضة مقابل تسليمه لسيده. وكان يسوع يعلم أن ساعة موته لأجل خطايا البشر قد اقتربت، فصلى قائلاً: يا أبتاه، إن شئت فأجز عني هذه الكأس، لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء ليقويه، وصار عرقه كقطرات دم تتساقط على الأرض. لماذا أنتم نيام؟ انهضوا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة. أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ يا رب، هل نضرب بالسيف؟ هيا احمدوا عليه. كفى يا بطرس. هل أنا مجرم لتأتوني بعصيكم وسيوفكم؟ في كل يوم كنت معكم في الهيكل ولم تمدوا علي الأيادي، لكن هذه ساعتكم أنتم وسلطان الشر. بيدوا عليه. Thank you.